مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ومعنا الفنان محمد البقالي عاشق الراقصة هيام الذي قام بتسجيل أغنية يعبر فيها عن مدى عشقه لهذه الراقصة. إذا هو الآن يتواجد بمدينة طنجة وغادي يحكي الجمهور الكريم هذه المفاجأة اللي عمل الراقصة هيام، وغادي يحكي لنا كيف جاته الفكرة باش يسجل هذه الأغنية اللي هو بصدد التسجيل ديالها في مدينة طنجة، وغادي يطرح كذلك فيديو كليب ديالها. إذا نستمعوا ليه وتقولوا لنا كيف جاتكم هذه الأغنية. مرحبا بك سي بقالي. شكرا. السلام عليكم. تحية لجميع المغاربة، تحية لجميع الأحباء والأصدقاء ولجميع ساكنة مدينة طنجة اللي هي عروسة الشمال، اللي هي الأجداد ديالي كانوا سابقا في مدينة طنجة، وعزيزي عليا طنجة وعزازين عليا الناس ديال طنجة. وتحية لكل الفنانة الأصدقاء ديالي اللي مقيمين هنا في مدينة طنجة واحد واحد، كنحييهم اللي هنا يعني مقيمين في هذه المدينة العزيزة اللي تيحبوها جميع المغاربة وتيقضيو فيها العطلة الصيفية وتيحبوها يعني سنويا باش يجيو يزوروا هذا المقام الحبيب مدينة طنجة. بالنسبة اليوم أنا كنت واجد في مدينة طنجة بحكم اتصال مع مجموعة ديال الإخوان اللي في المجال الفني ديال الغناء ديال الراي. كان واحد ديو اللي كان الاستعداد ديالي أنا واحد الفنان صديق ديالي وعزيز عليا عبدو الصغير اللي وجدته أنا وياه، وأغنية زوينة كنتمنى تطرق إعجابكم. وهذه الأغنية الموضوع ديالها اللي هو موضوع اجتماعي، موضوع كنهديه لهيام وكنهديه لجميع المغاربة ولكل شاب. واحد الأخت اللي إخوانهما كانوا خرجوا بعد تصاريح لينتقدوني وقال لك بأن أنت بغيتي غير الشهرة باش تطلع القناة ديالك. أنا القناة ديالي كانت عندي فيها واحد المجموعة ديال الأفلام قصيرة وواحد المجموعة ديال الجولات اللي كنت كنشتغل بمسرحيات وبعروض فنية وأفلام قصيرة اجتماعية اللي كنت درتها، وشاركت في واحد المجموعة ديال الأفلام السينمائية مع فاطمة خير فيلم بعنوان خلخال الياقوت، قديم هذا الفيلم السينمائي، فيلم ديال المشاوشة، فيلم ديال اللي كان آخر إخراج ديالو الفنان دريس الروخ. تلت في واحد المجموعة ديال الأفلام لا سينمائية ولا أفلام قصيرة. أنا اليوم جد فرحان، كنت واجد في مدينة طنجة عروسة الشمال، تساليت فيها مع الأصدقاء ديالي اللي كنا على استعداد وجدنا واحد العمل فنية وواحد العمل فني ديال واحد الأغنية اللي لقينا إخوان مساندينا، والأخ عنده استوديو هنا في عوامة اللي غادي نسجلوا هذه الأغنية هذه. والجمهور الحبيب كنتمنى الأغنية تطرق إعجابكم. وكما سابقا قلت بالنسبة للقناة ماشي على أساس تشهير باش نشهر راسي، أنا كانت عندي قناة كانت مزيانة وفيها أعمال وطالعة مزيان، ولكن مشات لي معرفش المشكل ديالها. لحد الساعة درت قناة ديالي فيها الاسم ديالي محمد البقالي، اللي بغى يدخل يشوف الأعمال ديالي مرحبا به، وكنرحب بجميع الشباب والإخوان والأخوات. كاين شي تواصل بينك وبين هيام حاليا؟ كاين تواصل بيني وبين مدام هيام، وانا الاغنيه كنهديها لها بالخصوص، هي كنهديها لجميع الشباب اللي مقبلين على الزواج. وبالنسبه للتواصل ديالي مع داك كيبقى كمفاجاه للجمهور الحبيب. ويا الخبر غادي تسجلها اغنيه؟ هذه هي المفاجاه اللي من ضمن المفاجات اللي غادي تكون ان شاء الله. بطبيعه الحال عارفه بان كنشتغل على اغنيه اللي مكلمة وألحان إدريس الخياطي من مدينة فاس، تاهو تبارك الله فنان ومعروف، وعبدو الصغير تاهو اللي مغني معايا يعني أغنية ديو، وغادي نسجلوا عليها فيديو كليب إن شاء الله الأسبوع المقبل اللي غادي تلونسا. غير خلال التسجيل فيه غنديروه، لأن جميع المدن كيقول لك أجي تسجل عندنا هذا الفيديو كليب،
حنا غنحاولوا ان شاء الله نختصروا كل لقطه في المدينه، لان جميع المدن عزازين علينا والمغرب الحمد لله كنبغيوه. حنا غناخذوا القطات خفاف هنا وهنا وهنا وهنا، وان شاء الله كنتمنى يروق اعجابكم بالنسبه لهذا الفيديو كليب وهذه الاغنيه اللي كنهديها لجميع الشباب اللي مقبلين على الزواج ان شاء الله. والمدام هويا كذلك نهدي لها هذه الاغنيه. صالح ديالك هو تزوج هويا بطبيعة الحال. هي بالنسبة للفكرة كما سابقا خلصت في الموضوع مع الجمهور، احنا كنتمناو على ان كما سابقا قلنا الموضوع ديال الاعجاب ديالي، ان انسان ما كيقبضش ويقول الاعجاب ديالو، ولكن هذا من ضمن المفاجأة اللي غادي تكون ان شاء الله مستقبلا. احنا مازال ما عرفناش شنو كاين، ولكن مستقبلا ما عرفناش شنو المفاجأة اللي غادي تقدر تكون. يعني عندها فكره بك لانك تسمع شكل، يعني بالنسبه لكل فيديو كيتلاح كتشوفه وكدير اطلال عليه، لان دابا جميع المغاربه متبعين السوشيال ميديا كيشوفوا في القنوات ديال اليوتيوب، والقنوات ديال اليوتيوب كيهضروا علينا، لان هذا موضوع الساعه اللي كنشوفوا احنا في اليوتيوب، هذا هو الموضوع حاليا. ومن هذا المنبر كنحيي الفنان المحترم السي عادل الميلودي اللي هو دار واحد الاغنيه وكان تشجيع عرض على مدام هويا، دارت معاه واحد ديون فيديو كليب ديال الاغنيه زوينه عجبتني وكانت اعجاب ديال المغاربه كاملين، وكنحييه على انه يعني استقبلها وشجعها تبان. وكنتمنى ان شاء الله جميع المخرجين تدخل معاهم في هذا المجال الفني ديال التمثيل او المسرح او الفيديوهات كليبات بحال هكا، كنتمناو، لان حتى هي كتقول لك المجال الرقصه تحاول تبعد عليه في مره، وغتشتغل في المجال ديال الشهره يعني كتمثيل او لا كغناء او لا مسرح. في حالات ما كانت هي بشركه الاحلام او شركه الحياه ديالك، واش تخليها تزول مهنه الرقص؟ هذا الموضوع سابقا بزاف الاخوان اللي طرحوه عليا، حنا هذا كيبقى مفاجاه، ولكن من ضمن هذاك الشيء من بعد يعني من بعد التطورات ما عرفناش شنو غادي يقدر يكون. وانسان كيبغي يمشي غير في الاتجاه الصحيح، ما كيبغيش هذا، لان المجال الفني كيبقى مجال اللي هو محبوب عند المغاربه، يعني مادام اي واحد كيدير واحد الابداع راه كيتسمى مجال فني. يعني نقولوا كاينين شباب اللي كيديروا واحد الرقص دلوحات تعبيريه كيتسمى ابداع فني، او لا مثلا نقولوا فن تشكيلي ابداع فني، راه جميع الابداعات راه كتكون فنيه، ولكن كيبقى الضمير ديال الانسان الا شاف داك المجال اللي هو فيه وترقى المجال واحد اخر يقدر ينسحب ويبقى يزيد للقدام. حنا الحمد لله كنشوفوا فنانه ولا مخرجين كيبغيو يساعدوا اخوان باش يحاولوا يزيدوا للقدام ويديروا واحد الابداع اللي في المستوى. الحمد لله عندنا اخوان اللي كيعطيو يد المساعده وهما معروفين في التمثيل او في المسرح او مخرجين. الحمد لله حنا في المغرب كاين اخوان اللي كيبغيو يشجعوا. يعني بالنسبه لك الرقص داخل في مجال الفن؟ هو كيتسمى ابداع فني، يعني هو كيتسمى الرقص راه ابداع فني، اما بالنسبه لهذا راه بحاله بحال التمثيل، بحاله بحال الغناء، بحال نقولوا راه يقدر يكون مغني ويقدر يشطح لومبيونس في شي بلاصه، راه يقدر يرقص عادي، يعني هذاك لومبيونس داك نشاط. وحنا الحمد لله كنشوفوا حتى في الدول الاوروبيه كيعطيو قيمه لهذا الابداع الفني ديال كل راقصه، ولا كنشوفوا كل الملاهي الحمد لله كنشوفوا في هذه المسائل، يعني انسان تي فرجه تنشيط ابداع كيكون داكشي زوين في المستوى. وانا جيت سعيد انني جيت لمدينه طنجة، وتنحيي كل الفنانه واحد واحد اللي غادي نصادفه ونتلاقاه واللي ما غاديش نتلاقاه كنحيي من هذا المنبر، وتنحيي الاخوان اللي داين معاهم اليوم ان شاء الله باش غادي نسجلوا هذه الاغنيه الزوينه، وكنتمناو ان شاء الله تروق اعجاب الجمهور الحبيب ولكل المغاربه وساكنه مدينه طنجه. كنحييهم من المنبر لان مدينه طنجه عزيزه علينا بزاف، وجينا وتسالينا شويه، هبطنا لاكورت صور معكازين درنا شي شويه الحمد لله، لان الناس ديال الساكنه عزازين علينا، الناس الساكنه ديال طنجه. كاين اعجاب متبادل حاليا بينك وبين هويا
الجزائر؟ هو بالنسبة لحنا دابا لحد الساعة كنشتغلوا على واحد الإبداع فني اللي غادي غنطلقوا فيه، ومازال إن شاء الله من ضمن المسيرة الفنية اللي كنشتغلوا عليها غيكونوا مفاجآت لكل مغاربة. يعني حنا كل شهر غادي تبان مفاجأة، وكاين الحمد لله إبداعات فنية اللي هما صاهرين عليها ومساعديني واحد المجموعة ديال الفنانة، وكيبقى مفاجأة هذيك ما كتقاش الساعة في ساعتها عاد كتبان في ديك اللحظة اللي كتكون أنت فرحان وكتقولها بواحد الجرأة. إذا سمع المشاهدين الكرام مقطع من الأغنية اللي غادي تسجل خاصة على الراقي صاوي. بالنسبة للأغنية أنا غادي نقول غير الكلمات ديالها، لأن الكلمات ديالها زوينين، كلمات ديالها بغيتك أنا الزواج بغيتك لداري، ما يهمنيش الماضي نقولها قاري، ما يهمنيش شنو ديري مهم ما تكوني لغيري. هذه مسألة الكلمات اللي هما في المستوى، يعني كنهديهم جميع الشباب اللي مقبلين على الزواج. يعني أي شاب بغي يتزوج شي وحدة غينسى الماضي شنو دوز، هذه حاجة طبيعية، ما غتبقاش تحكر على الموضوع شنو كان ولا شنو دار. الا جات هي تحقق معك شنو كنتي كدير انت راه ما عمر شي حاجه غتكمل، وكذلك الا مشيتي عاوتاني عندها هي وقلتي لها شنو كنتي كدير وتبحث لها على الماضي ديالها، هي ما تقدرش تقول لك الماضي ديالها. يعني هاد الاغنيه زوينه وكنهديها لجميع الشباب باش يكونوا اللي غادي، كنتمنى لهم غير الخير بعدا في المسيره الزوجيه اللي غادي يكونوا في الحياه الزوجيه ديالهم. وهاد الكلمات راه كنهديها لجميع الشباب، وكنتمنى تروق اعجابكم جميعا، لان هذه الاغنيه ديال اليوم موضوع الساعه، موضوع اجتماعي اللي كنعيشوه لحد الساعه. اذا كانت شو كتشوفك هويا في الفيديو هذا شنو ممكن تقول لها؟ هويا متنحييك وكنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله، لان هي كنشوف راه باغا تمشي في المجال الفني، مازال كنشوفو باغا تمشي في المجال التمثيل والغناء، والمغاربه الحمد لله مساندين على ان ما شاف هذا المجال، وكنتمنوا لها التوفيق ان شاء الله، والله تعالى ربي يسهل عليها. ولها تحيه شكر جزيل الشكر من هذا المنبر، لان كنحييها وتنحيي المجال الفني اللي كتشتغل عليه لحد الساعه. الفنان محمد البقالي المعجب بالراقصة هيام، كنت معنا مباشرة من طنجة، وقدمت للمشاهدين الكرام مقطع من الأغنية اللي سجلتي حول إعجابك، حول عفوا إعجابك بهيام الراقصة. ومشاهدينا الكرام باقي التفاصيل غادي تتابعوها على قناتكم شوف تي في بوان ام ا. تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.